يعني ده كنا ده المفروض ثلاثة يا صبري المفروض ثلاثة البطولات اللي انت هتشتغل فيها الشهرين بالظبط. ثلاثة اللي جايين لكن دول. بيكون عندك سيف الجزيري بس، ده الموضوع ده سامسون صحيح. اكينولا مش راس حربة، هو سامسون مش راس يعني، حربة مع انك انت مقتنع بيه جدا. خلينا نبقى معترفين كمان يا خالد بحاجة، بنقطة كبيرة جدا يمكن لاحظتها في المباراة اللي فاتت، ان برضو مهم جدا في عامل كبير جدا على اللعيبة، ان انت ممكن تنجح لعيب لسه داخل موافقك. عليك وبيبقى يعني عنده الاجواء انت عارف ان غريبة هو لسه ما بدأش ولا ماتش؟ هو تقريبا لعب 7 ماتشات كبديل، ودي خد بالك يعني، كبديل ربع ساعة في تلت ساعة، والماتش الأخير نزل والنتيجة مغلوب. والتوقيتات كمان يعني اللي بينزل فيها ما بتساعدوش، لأن اللعيبة كمان ما بتكونش في الحالة الفنية بتاعتها. حاسس لسه ما دخلش الأجواء يا صبري. ما هو ده مدرب يعني، المدرب لو عايز يعني أديله، خصوصا ان انا عندي سيف ويوسف حسن اديتهم يعني. تفتكر بكره مثلا هو سيف الجزيري بعيد شويه الايام دي برضو، هل ممكن يبتدي في ماتش الداخليه بسامسونج؟ طبعا ممكن جدا، ممكن صح؟ طبعا يعني ممكن ممكن جدا. تلاقي سامسونج هو اللي بيبتدي بكره. ولو يعني انا توقعي ان سامسون لو حس ان هو من يعني، لازم برضو تدي نفسيا للعيب ده ان انت يعني ليك دور جوه الفريق. ولازم مصطفى شلبي كمان ياخد دور. طبعا طبعا مصطفى هياخد يعني، ولكن سامسون احنا يعني لازم نصبر عليه شويه يا خالد يعني. الناس حتى اللي ما بتتكلم نحكمش حكم نهائي يعني. ما ينفعش يعني، يعني هقول لك ايه، جاريس بيل راح ريال مدريد قعد 4 5 سنين ما بيعملش حاجه خالص، والناس صبر عليه لا وفي ومستنيه عليه، امثله عندنا كتير، امثله لعيبه جت وما اقنعتش. ايمن منصور اول ما جه ما كانش ما شايف كانش قدامه وطلب يمشي، بالظبط، وبعد كده كسر الدنيا وبقى من نجوم وهداف مصر يعني. الدوري فلافيو اول ما جه قعد سنه كامله ما جابش ايمانويل جوين. ايمانويل ايمانويل اول ما جه كان قلنا ما عندوش فكره بالظبط، يعني. اوتشيري ما كانش ظاهر بصوره كويسه برضو في البدايات، صحيح. لكن لازم ياخد وقته. بمعنى ايه يا خالد؟ ان هو لازم اشوف سامسونج ده ماتشين ثلاثه بيبدا المباراه.